وتبقى مشاكل السفارات مستمرة في الدول الأوروبية. السفارات العراقية طبعا إلى حد هاي اللحظة ماكو أي شخص تجرأ بمجلس النواب أو بالحكومة العراقية بأكملها أن يشوف شنو أو يتوجه إلى وضع حلول لمشاكل المواطنين خارج العراق وبالأخص في الدول الأوروبية. حاجز كبير بين السفارات العراقية وبين المواطن العراقي في دول الغرب. شنو السبب؟ شنو المشكلة؟ منو يتحمل المسؤولية؟ ما ندري. شباب جاهز؟ عمر مجيد وياي من ألمانيا. نعم، ينضم معي الصحفي عمر مجيد من ألمانيا. صباح الخير عليك يا عمر، كيف الحال؟ عمر، ما زالت مشاكلكم مستمرة مع السفارات في الدول الأوروبية؟ صباح الخير عليك ياسر، صباح الخير على العراق الحبيب. طبعا سؤالك هو في منتصف الجبهة. تعرف أنت العراقيين الله يغار عليهم في داخل الوطن وخارج الوطن. بالنسبة للعراقيين الموجودين في أوروبا بالتحديد، فكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بها كمية كبيرة من المشاكل. تتسع هذه المشاكل يمكن مو حلقة واحدة، مجموعة حلقات. بس اليوم خلينا نتحدث على مشكلة موجودة في روما، في السفارة العراقية. نعم. في روما والسفيرة. نعم. العراقية صفية سهيل. نعم. السفارة العراقية في روما عبارة عن على قولة المثل العراقي شاي وكذب، يقضوها شاي وكذب. يروح المواطن العراقي للسفارة يا بريد جواز، يدزوه لفرانكفورت، لو يدزوه لبرلين، لو يدزوه إلى هولندا لا هاي، أو يدزوه إلى ستوكهولم. وهاي السفرة من إيطاليا إلى ألمانيا 12 ساعة، والتكاليف يدفعها المواطن على مود يطلع جواز سفر. من يجي يسأل المواطن يا أخوان أنتم تفتكم شنو هسه قاعدين هنا؟ غير نعرف أنتم مو موظفين تابعين الخارجية، زين أنتم مو أقعدتم سفيرة. الجواب مالتهم يقول إحنا بس مجرد قاعدين هنا نشرب شاي وندخن ونسولف، وإذا أكو ورقة وكالة أو شهادة حياة نسويها أو اجتماعات وناخذ رواتب وخلص. هذا اللي هم يشتغلون عليه. ليش عمر، شنو اللي يصير داخل السفارة العراقية في روما؟ أنت كناشط مدني وكصحفي عراقي، شنو اللي وصلت لك المعلومة؟ راح أسولف لك يا سيد التفاصيل. صفية سهيل هي بنت واحد من الناس اللي استشهدوا على يد النظام السابق، واستفادت صفية سهيل هي وعائلتها وخواتها ووالدتها مبالغ كبيره من الاموال من الشعب العراقي ومن الحكومه العراقيه. حدث لي عن السفاره اللي قلت بيها انت في روما. هو انا جايك بالطريق. صفية سهيل استلمت منصب كسفيره في عمان وفشلت، بعدين بعدها نقلوها الى روما سنه 2020، صار لها حدود 11 شهر بالضبط. خلال هذا 11 شهر بالضبط شنو اللي قدمته؟ طلعت لي جواز واحد، سوت لي معامله، مشت لي معامله لمواطن عراقي، التقت ويا عراقيين شافت شنو مأساتهم، حاولت تساعد العراقيين. هاي الاسئله انا حاب اسالها لصفية سهيل. تواصلت ويا مكتب صفية سهيل قبل 4 اشهر. نعم. عن طريق مديرة المكتب مالتها، وطلبت من عندها بانه تسوي حديث صحفي على مود يفهم المواطن العراقي شنو اللي يقدر يسويه من يجي الى السفاره. نعم. وسوت اذن دف واذن الثانيه من عجين. يابا يا ست صفيه، يا معالي السفيره، يا دوله السفيره، ايش تريد نسميه؟ كل التسميات اللي نسميه اياها نسميه اياها. حاولي تطاعين على المواطن العراقي، حاولي تشوفين المواطن العراقي. ترى المواطن العراقي تعبان واموره قد مره منتهيه، خاصه في روما. وروما ما بيها شغل العراقيين هواي. نعم. ما بيها يعني هذه عراقيين هواية. نعم. العراقيين الموجودين في روما كل قليلين، يعني حاولي تساعديهم. يعني حاولي مثلا تحطيش مندوب انت، هذا المندوب يقدر هو يروح بنفسه الى فرانكفورت، يروح الى ستوكهولم، يسوي لهم جواز السفر. حاولي خط وسط انت وبين الحكومه العراقيه في بغداد على مود تسوي لي جواز السفر. وما طالب من عندك قدره الهيه، ولا طالب من عندك معجزه الهيه، طالب من عندك جواز سفر
وجوال السفر هو أسوء جوال سفر بالعالم العراقي. يعني ما أدري ليش هالصعوبات تواجهوها بكل دول العالم وبالأخص بالدول الأوروبية، ليش تواجهون هاي الصعوبات من إخراج جواز السفر؟ يعني شنو الموضوع؟ مو قالوا بنروح ندز لكم طابعات وراح يكون لكم تساهيل؟ ما أدري لو الأشخاص غير مناسبين في مناصب حساسة. نعم ياسر، أنت سؤالك كان هنا سؤال حلو. يعني المثل العراقي يقول أوعدك يا وعد وزيك يا كمون، يعني أنا أضربك أورة بنش وسكتك، أقولك راح أدز لك طابعة، فهي الطابعة موجودة، حتى عندي فيديو للطابعة داخل الغرفة، ومن تجي تتصل على السفارة شو يقول لك؟ السفارة تقول لك بأنه وفد من الداخلية ما جاي لحد هاي اللحظة. يعني وفد هاي الدولة شطولها شعرضها، ما تقدر تخلي وفد 3 موظفين 4 موظفين يطلعوا لك حجة الداخلية شو تقول لك؟ الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي ما دا ينطي فيها لأنه بسبب الجائحة كورونا. طيب يا أخوان مو انفتح الحظر وكل دول العالم طفت، وثاني شيء انت ما جاي سياحه لاوروبا، انت جاي شغله خدميه، يعني معناها الفيزا تطلع لك خلال 40 يوم شهر، خاصه اذا هي فيزا لموظف تابع للدوله. شكرا لك يا عمر، شكرا لك، وصلت الفكره، وان شاء الله يوصل صوتكم للجهات المعنيه. انا اشكرك، ممنون لك.